اكنت علي يلحق اكنت علي تعمل ايه تعمل ايه هنا وسع هنا عشان تموت تموت الله مش ثاني نصور اكنت علي يا عم خميس احنا جايين لك في مصيبه يا عم خميس انت بتعمل ايه ايه ده في ايه الاكونت بتاعنا عمل قفله واتسرق ومش عارفين نرجعه يا ساتر يا ايه الفال الوحش اللي على الصبح فريق اللي على الصبح يقول ايه الفال الوحش اللي على الصبح احنا يسقوه علينا ولا عمتنا وما يجعلنا غير امنا امين يا رب بس احنا كده المصلحه ممكن تطير مننا يا لنا على مصلحه ايه هو المصلحه الدنيا دلوقتي اتغيرت واحلمت ومعروفه الدنيا تقول اتغيرت ده احنا عاملين اغنيه امبارح يا جماعه دلوقتي افهموني دلوقتي عشان تتأهنت لازم نعمل اغنيه راب ترنج ايه اللي بتاع ايهاب واحنا بنكلمك في ايه وانت بتكلم يعني احنا جاي لك في مصيبه تقول لي الترنج مع ايهاب ايه ده الكلام ده يا عمر ياب نفهم بيقول لك الترند دلوقتي بقى راب ايه ده جبتها ازاي دي عايز عظمه عشان تفهم دي صاحبي يا ابني ده بابات معاه ده ما ده قلقني بس تمام طب برضو احنا كده برضو محتاجين الاكونت بتاعنا عشان نعرف نخش على النت اكونت ايه يا ابني هو كلامنا عن زمان دلوقتي بنعمل الاغنيه ونرميها على اليوتيوب وهي هتجري لوحدها بيقول لك هتروح على اليوتيوب بيقول لك انتوا دلوقتي تعملوا الاغنيه وترموها على اليوتيوب وهي هتجري وحدها يعني هتسلك يعني يعني منك ما يقلش عن 50,000 مشاهده او 50,000,000 مشاهده هتبقوا اكسبريس ايه؟ اكسبريس مش عارف اكسبريس اكسبريس ايه ده انت فهمتها؟ ما انا خدت كورس امبارح بالليل بدات طب مبروك اصلا بتقدر تقعد معاه بعد كده عادي يلا اتكلوا على الله يلا اقنط عليك اقنط عليك